نعم هي اللي معنيين ما فيش هذه حديث، احنا نحبوا نخلقوا المشاكل. اللي معنيين بتكريم واللاعبين والجهاز الفني ولا ما كرموا كاع المكتب الفيدرالي بما انهم كلهم منتخبين، ما فيش يعني. مره اخرى احنا نغتنم الفرصه وان شاء الله باللي هذه رساله تجوز كامله يعني ما تقطعش، بما انه نلتف ما كل ما هو هذا حول الرياضه والمنتخب الوطني ونخلوا المصلحه تاع المنتخب الوطني وتاع الجزائر هي الاسمى. هذه الشوشره والقيل والقال والاقاويل والله ما حتخدم لا الجزائر ولا الرياضه ولا انا. قلت ان شاء الله نطوي الصفحه ونحلوا صفحه جديده بهذا الفوز هذا، ونتمنى ان شاء الله انه ترجع الجزائر نقدر نقولوا فريق تاع فوز، ماهوش كيما كسبنا بطوله من بعد اختفينا 30 سنه. لا، هذا الفريق عنده قدرات باش يقدر يلعب سنين وسنين على المراتب الاولى، لكن لازم العامل. وحنا ثاني كمحيط كنا كمسيرين ولا حتى كاعلاميين ولا حتى الجمهور انه نحافظوا على مكتسبات الجزائر بما في هذا المنتخب هذا.